في الثامن من نيسان من عام 2004، شيعنا أخي فلاح بعد أن قتل في منازلة محتدمة ضد جنود الاحتلال الأمريكي. وقدر الله أن يرحل عن هذه الدنيا موشحا تاريخنا بالشرف الرفيع، نسأل الله أن يحسبه شهيدا. هذه القصيدة كتبتها له. أخي فلاح، يا أخي إني جريح مذ ركبت الموت شوقا لمناك، يا أخي إني جريح مذ ركبت الموت شوقا لمناك، ورصاص المعتدي أجرى دماك، هل نداء الحق في السر دعاك؟ يا أخي قل لي أجبني ما دهاك، هاك روحي يا أخي فهي فداك. يا أخي إن شقائي من شقاك، أيها الموت لما الأقدار لم تبطئ خطاك، كم تمنيت لقاك فلعلي أطفئ الشوق عناقا، بيننا حال التراب آهي من هذا التراب. كلما عدت لأمسي تعتريني الذكريات، تحمل الحزن العتيق، يا أخي تشتاق روحي عطرك المنساب مسكا من حنايا القبر من تحت التراب، يملأ الأفق شذيا فغدا قبرك أنسي، إنني المشتاق هل تسمع همسي؟ أم تراب القبر قد سد الطريق آهي من هذا التراب. يشرح الدمع تراتيل الفراق، يا حبيبي تشتهي روح العناق، كنت في الدنيا ضيائي كيف أسلج لي الطريق؟ كانت الذكرى أنيسا حينما يقسو الغياب، لكن اليوم استحالت لعذاب. إنني اعتدت عليك، كنت تأتي آخر الليل لبيتي، كنت تأتي آخر الليل لبيتي تنشد الراحة عندي كي تنام. منذ أيام تراني أرقب الباب حزينا، إن برد الليل يؤذيني وحزني ضعف الشوق إليك. هل تدق الباب؟ هل تأتي كما اعتدت عليك؟ إن بابي مثل قلبي يشتهي لمس يديك. لا غطاء ناعم يلغي شتائي لا نديم، غارق في لوعة الذكرى سقيم. أنت في الدنيا جناحي، يا جناحي قد كسرت، أتراك اليوم أغراك التراب آهي من هذا التراب. أين أنت الآن قل لي يا فلاح، يكتوي القلب حنينا كلما طيفك لاح، كلما مر بنا صوتك أو عطرك فاح، أترى كل الذي مر خيال، كنت ترعى البيت بعدي إن أنا غبت طويلا، من يصون البيت من بعدك من يسقي الزروع، كلما أدخل بيتي يتراءى فيه وجهك، كلما أصغيت ناداني من الجدران صوتك. كلما أدخل بيتي يتراءى فيه وجهك، كلما أصغيت ناداني من الجدران صوتك، كلما حاولت نسيان الحنين عاد أطفالي بشوق يسألون، يا أبي أين اختفى العم فلاح؟ لم يعد يأتي إلينا، ويقولون قد اشتقنا إليه،
هل يعود؟ أكتم الحزن بقلبي وأجيب من رأى في الموت فوزا لا يعود.